بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. قصة هاروت وماروت قصة هاروت وماروت قصة عظيمة جدا، وفيها عبر كثيرة، وتفتح باب الأمل للعاصين وللمسرفين على أنفسهم في الذنوب. وكذا ماذا كان رد فعل الملائكة بعد ما حدث للملكين الجليلين هاروت وماروت؟ واتبعوا ما تلت الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ما هي قصة هاروت وماروت؟ عابت الملائكة على بني آدم كما بينا من قبل، وقالوا يا رب فشت المعاصي في بني آدم وكثر القتل وسفك الدماء والزنا. فقال لهم رب العالمين إني عافيتكم وابتليتهم، ابتليتهم بعشر من الشهوات، وأنتم عندي وهم في غيب، وهم في غيب بعيد عني. قالوا له يا رب، قالوا يا رب لو أنك أنزلتنا إلى الأرض وركبت فينا الشهوات ما فعلنا مثل ما تفعل بنو آدم. فقال لهم رب العالمين إذن اختاروا أفضل ملكين بينكم وننظر. فاختاروا هاروت وماروت، وكانوا من أفضل الملائكة. فركب الله فيهم الشهوات وأنزلهم إلى الأرض. فقال بعض العلماء ما مر يوم واحد حتى وقع في المعصية. وقال البعض الآخر هو الأرجح أنهم ظلوا فترة يحكمون بالعدل بين الناس، فكانوا يقضون بين الناس، ينزلون في أول النهار ويصعدون في آخر النهار، وكانت لهم أجنحة يطيرون بها، ينزلون ويصعدون. وأصبحت فيهم الشهوات. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبتليهم، فأرسل إليهم امرأة شديدة الجمال، كانت تسمى بيزغت أو تسمى الزهرة، وكانت من أهل فارس. فشعر كل واحد منهما برغبة في أن يواقعها والعياذ بالله بالزنا. وكانت تختصم إليهم لكي يقضوا إليها على زوجها، أو ليقضوا لها على زوجها. فراودوها عن نفسها، فقالت لهم اقضوا لي على زوجي، فقضوا لها على زوجها. فقالت لهم، فاتفقت معهم أن تقابلهم في مكان ما، ثم قالت لهم أنا على أعبد هذا الصنم، ولا يستطيع أحد أن يواقعني إلا إذا كان على نفس ديني، فاعبدوا معي هذا الصنم. فقالوا لها لا نستطيع أن نشرك بالله سبحانه وتعالى، حاشا لله أن نشرك بالله. فقالت لهم إذن اشربوا كأسا من الخمر معي. فقالوا هذا أهون. فشربوا كأسا من الخمر، فلعبت الخمر برأسهم فزنوا بها، وكان ذلك في مرور رجل مر عليهم، فرأوهم فقتلوه خوفا، فقتلوا وزنوا والعياذ بالله. وقيل انها سألتهم كيف يصعدون الى السماء، وكانت لهم كلمات يعني علمهم رب العالمين ان يصعدوا بها، وكانت هذه الكلمات سر، لكنهم افشوا هذا السر وقالوا لها هذه الكلمات. فصعدت معهم فحبست في السماء عقابا لها، ومسخت فأصبحت كوكب الزهرة، فأصبحت كوكب الزهرة. وصعد الملكان، ثم تكسرت أجنحتهما وهما في السماء، ثم نزل مرة أخرى على الأرض وأخذا يبكيان ويصرخان. فحاولوا أن يتوبوا، فقيل في أحد الروايات أنهم ذهبوا إلى سليمان عليه السلام، وكانت هذه القصة في عهد سليمان. وقيل أنهم ذهبوا إلى رجل كان يعني يكثر ذكره في السماوات من فضله وعلمه، فذهبوا إليه فقال لهم أيشفع أهل الأرض لأهل السماء؟ أنتم ملائكة، أنتم خير منا. فقال لهم سمعناك تذكر عند رب العالمين من فضلك وعلمك، فاشفع لنا. فقال لهم أعطوني فرصة أسبوعا وأتوا إلي، سأكلم ربي.
فمر اسبوع فرات ذهب اليهم في روايه، فقال لهم لم يردوا علي، لم يرد علي رب العالمين بشيء. ففي الاسبوع الثاني ثم في الاسبوع الثالث فقال لهم ان الله تعالى يخيرهم بين عذاب الدنيا وعذاب الاخره، فقال احدهما نؤجل عذابنا الى الاخره، فقال له ويلك ان عذاب الاخره متصل شديد وعذاب الدنيا منقطع، فاختار عذاب الدنيا. فابتلاهم ربنا رب العالمين بالسحر، وكبلهم بالقيود، وعلقهم من ارجلهم في ارض تسمى بابل في العراق، وهي ارض ملعونه. لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يامر اصحابه اذا مروا بهذه الارض ان يمروا سريعا وان يستغفروا الله تعالى. ف علقوا من ارجلهم في ارض بابل، هذه، واصبحوا وابتلهم رب العالمين بالسحر. لذلك قال رب العالمين ونزلت هذه الآية كما قلنا قبل ذلك في علماء بني إسرائيل الذي كانوا يعرضوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويقولوا أن محمدا يزعم أن سليمان كان نبيا وما كان إلا ساحرا، وكان يعني يسخر الناس أو يسخر الشياطين بالسحر. فنزل القرآن ليبرئ ساحة سليمان عليه السلام، وأنه نبي كريم وليس بساحر، وأن الشياطين هي التي كتبت كتب السحر ودفنوها تحت كرسي، كما بينا قبل ذلك بالتفصيل، ومن أراد أن يرجع فليرجع تحت كرسي سليمان. فلما مات سليمان عليه السلام أو ابتلاه الله بملكه، وجلس الشيطان على كرسيه يحكم بين الناس، وهذا تفسير قول الله سبحانه وتعالى وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناه في سور الصاد، ثم عاد ملك سليمان إلى سليمان. فمات ولم يعرف أنهم دفنوا هذه الكتب تحت في رواية تحت كرسيه، وفي رواية أخرى أنه دفنها لأن كانت للجن مقاعد يستلقون السمع كما قلنا قبل ذلك، وأن كنا نقعد مقاعد للسمع، فما يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فكانوا يستلقون السمع ويعرفون أخبار بني آدم، ثم يلقونها إلى الكهنة الكفرة، فيلقونها بدورهم إلى الناس، فيظن الناس أنهم يعلمون الغيبة فيأمنونهم، ثم يضعون 70 كذبة على هذه الحقائق التي سرقوها. كما بينا قبل ذلك، فعلم سليمان بذلك فأخذ هذه الكتب ووضعها تحت كرسيه، وتوعد من يقترب منها سيضرب عنقه، أو أنه عليه السلام حدث ذلك بعد أن ابتلاه الله سبحانه وتعالى بنزع ملكه. وقلنا أن الله سبحانه وتعالى أنه كان من عليه السلام عندما يدخل الخلاء يخلع خاتمه ويعطيه لزوجته، وأنه عليه السلام حصلت منه هفوة كما جاء في كتب أهل الكتاب، كانت له زوجة يقال لها جرادة وكانوا يحبوها حبا شديدا، فهوى وكان الناس يختصمون إليه ما بين الظهر والعصر، لأنه كان يقضي بين الناس بين الظهر والعصر عليه السلام. فأحب أن يكون الحق لأهل جرادة دون الناس، فهوى ذلك بصرف النظر عن من هو المخطئ. فابتلاه الله سبحانه وتعالى بنزع ملكه، فعندما خرج من الخلاء فتلبس الشيطان بزوجته جرادة، واستطاع أن يخدعها وجاءها في سورة سليمان كما جاء في كتب أهل الكتاب، فاستطاع أن يأخذ منها الخاتم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لا تكذبوا بني إسرائيل ولا تصدقونهم وحديثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فأخذ منها الخاتم فخرج سليمان فسألها عن الخاتم، فقالت له قد أعطيته لك. فعلم سليمان عليه السلام أنه قد ابتلي وأنه قد زال ملكه، فعمل صيادا لفترة وكان فقيرا حتى وجد الخاتم مرة أخرى، يقال وجده في بطن سمكة كما جاءت الروايات، فلبسه واستعاد ملكه مرة أخرى، واستطاع كما سنبين فيما بعد بإذن الله أنه أن يقبض على الشيطان الذي فعل ذلك. فحدث أنهم دفنوا هذه الكتب، وبدأ الشياطين يتعاملون مع الناس بالسحر ويعلمونه السحر، وكتبوا هذا في كتاب كما بينا قبل ذلك، وكتبوا هذا من كنوز العلم من أصف ابن مرخية الصديق المقرب لسليمان عليه السلام. أصف المرخية الذي أعطاه الله كما قال بعض العلماء اسم الله الأعظم، وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك،
فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي مستقرا ليبلوني أشكر. قال هذا أن الله سبحانه وتعالى أعطى لآصف ابن برخية هذا وكان من كتبة العشر، كتبة الوحي الذين يكتبون الوحي لسليمان عليه السلام، كل نبي له كتبة يكتبون. فأن الله سبحانه وتعالى علمه اسم الله الأعظم، فاستطاع أن يأتي بالعرش. فهذا هو الرجل الصديق المقرب أو ذراعه، أو هو الذراع الأيمن لسليمان عليه السلام. فقالوا فكتب في كتب أهل الكتاب ما كتب آصف بن برخية من كنوز العلم في السحر، من يريد أن يفعل أن يفعل كذا فليفعل كذا وكذا من السحر. فدفنت هذه الكتب واستخرجها الشيطان بعد موت سليمان، وقال لهم هل أدلكم كيف كان سليمان يسخر الشياطين يسخر. فاستخرجوا الكتب فقالوا لقد خدعنا سليمان وما كان إلا ساحرا ولم يكن نبيا. ففشى ذلك في بني إسرائيل حتى جاء القرآن وبرأ ساحة سليمان عليه السلام، وأنه لم يكن أنه كان نبيا كريما ولم يكن ساحرا عليه السلام. فهذه قصة هاروت وماروت. فلذلك قال رب العالمين وما أنزل على السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى أقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقلنا أن امرأة أرادت أن تتعلم السحر كما جاء في الحديث في أحد الأحاديث بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذتها امرأة أخرى كانت تتعاطى السحر إلى الملكين ببابل هاروت وماروت، فقالت لهم أريد أن أتعلم السحر، فقالوا لها اتقي الله وارجعي إلى بلدك ولا تكفري بالله كما أمرهم رب العالمين، إنما نحن فتنة فلا تكفر. لكنها أصرت أن تتعلم السحر وهذا ابتلاء من رب العالمين، فقال لها اذهبي وبولي في المكان الفلاني. فذهبت فوجدته مكانا موحشا فلم تستطع، فرجعت إليه فكذبت عليه وقالت بولت، فقال لها كذبتي فرجعي فبولي. فرجعت فكذبت ثم رجعت، ثم في المرة الثالثة بالت فعلا. فعندما بالت خرج منها فارس أبيض مقنع وجاء فارس أسود ودخل في جسدها، فرجعت إليه وقالت لهم بولت، فقالوا لها صدقتي، فقالت لهم ما هذا الذي خرج مني، فقالوا لها هذا هو الإيمان قد خرج منك ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما الذي دخل فيه، قالوا له دخل فيك الكفر. فأخذت تمارس السحر فترة ثم أرادت أن تتوب، فذهبت إلى بيت السيدة عائشة رضي الله عنها فوجدت الرسول قد مات، فقالت لها سيدة عائشة رضي الله عنها كما جاء في الحديث لا أعرف ماذا أفعل لك، وكان الصحابة في حضرة الصحابة رضي الله عنهم انتهى الحديث على ذلك، ولم يظهر لنا هل قبل الله سبحانه وتعالى توبتها أم لا. عندما يعني ابتلى رب العالمين هاروت وماروت بالسحر وعلقهم في أرض بابل، وقيل أنهم وضعهم في كرة من نار مكبلين إلى يوم القيامة، لكن هو الأرجح أنهم معلقين في أرض بابل أو أنهم معلقون في أرض بابل من أرجلهم ويعلمون الناس السحر حتى يوم القيامة أو حتى يوم القيامة. المهم، فلما ابتلي هؤلاء الملكان بهذا ووقعوا في الزنا ووقعوا في القتل كما قال جاءت بعضه في بعض الروايات، أشفقت الملائكة على بني آدم وعذرت الملائكة بني آدم وعلمت أن الأمر على غير ما يتصوره مطلقا، وأن المخلوق إذا ركبت فيه الشهوات تغير حاله تماما. لذلك عذرت الملائكة بني آدم وأصبحوا يقولون بعدما كانوا يعيبون على بني آدم وينتقدونهم عند رب العالمين، أصبحوا يقولون والذين يحملون العرش ومن حوله يستغفرون للذين آمنوا يستغفرون الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون بهم ويستغفرون للذين آمنوا
ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. في سورة الغافر. فأصبحت هذه هي الصيغة، فأصبحت أصبح حملة العرش والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ليل نهار بعدما رأوا ما حدث لهاروت وماروت، وعلموا لذلك أن الشهوات يعني تجعل الإنسان أو تجعل المخلوق يقع في المعاصي، لذلك فعذروا بني آدم. فهذا هو كان فهذا يعني رد فعل الملائكة بعد ما حدث لهاروت وماروت، كما جاء في سورة غافر. في هذه الثلاث آيات تتغير الحال تماما، وأصبحت الملائكة تستغفر بعدما كانت الملائكة تنقض وتعيب وتعيب على بني آدم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي، كنت تشير جرش في الشق، فأنا أسألكم بلدي وتساعدوني على عرش السطر. أقول قولي هذا، استغفر الله لي.